أنا ما أعرف هو هسه ليش نزع العمامة، بس أرد أسأل هل يجوز لناطق رسمي ورجل دين لابس عمامة يكفر؟ طوني الفيديو. شارع اليوم لو اجيب له هسه العباس ابو فاضل وقاعد بصفي سلام الله عليه ما يقنع باللحكي. الاطفال ما تنام بالليل، انا وحده من العالم برحمه نايمه هسه جاي اقول ترى ولا احنا نايمين ترى للعلم يعني ترى احنا ما عايشين بكواكب يعني انا بيتي بقلبي ديزل موجوده هالكهن انا بيتي بالقيهاره ترى بمدينه صدره. شنو دخل الامام العباس ابو فاضل بيك؟ شو عليكم؟ ليش يعني ليش تطرقون لاهل البيت؟ مو انت انت معمم، انت مو كنت معمم، لو من عادي تلبس قاد تكفر، شلون تقول هذا الكلام؟ عجيب يا اخي والله هاي الناس عجيبه. يعني انت لما تكفر راح توصل لي المعلومه؟ انت لما تكفر راح احبك كفر. هسه لو غيرك قايلها تمشي، بس انت كنت لابس عمامه، لو هسه بعد ما تروح فواتح